أيوب 23. فقال أيوب: النهاردة كمان الشكوى بتاعتي تمرد، ضربتي أتقل من التناهب بتاعي، مين يديني إني ألاقيه فآجي للكرسي بتاعه، أرفع قضيتي كويس قدامه وأملى بقي حجج، فأعرف الكلام اللي بيجاوبني بيه وأفهم اللي بيقولهولي، بقى بكتر قوة بيخاصمني. لأ، لكن هو يلتفت لي هناك اللي ماشي دغري يتناقش معاه، وانجى على طول من اللي يحكم عليا، ادينا روح في الشرق فما هواش هناك، وفي الغرب فما حسش بيه، عالشمال مكان ما بيشتغل فما شوفوش، يحود يمين ومش شايفه لانه يعرف طريقي، لو امتحني اخرج زي الذهب، رجلي اتمسكت بالخطوات بتاعته، حافظت على الطريق بتاعه وما حاولتش، ما سبتش وصية شفايفه اكتر من الاكل بتاعي، خزنت كلام بقه، اما هو فلوحده مين يرده، ونفسه تعوز فيعمل، لانه بيكمل اللي مفروض عليا، وكتير زي كده عنده، عشان كده بترعب قدامه، اتأمل فترعب منه، لان الله ضعف قلبي، واللي يقدر على كل حاجة خلاني اترعب، لاني ما اتقطعتش قبل الضلمة ولا غطت الضلمة الشديدة وشي.